ثانيا فرض السيطرة الثقافية عليهم الجالية أو اللاجئين. لك أن تتخيل أن السويد تسحب 20,000 طفل سنويا. يا الله 20,000 حكم محكمة بسحب أطفال، ربما في الأسرة الواحدة طفلين وثلاثة وخمسة وأربعة كما هي في حديثة هذا الأسبوع. لا لا. أربع أطفال من بينهم رضيع، هذا الأخ السوري إياد تقريبا. نعم. أربع أطفال 20,000 طفل. فأيضا يريدون يعني هذه ثروة، ثروة أستاذ على هؤلاء الأطفال ثروة، وهؤلاء يحسنون استغلال مثل هذه الثروة ثقافيا، فيريدون أن يفرضوا عليها ثقافاتهم وتقاليدهم. ولذلك حينما يؤخذ هذا الطفل لا يوضع كما قلت لحضرتك في ملجأ، وإنما يوضع في أسرة سيعيش بنفس التقاليد، ليس مجرد حماية من العنف الأسري الذي يزعمونه، صح كده؟ نعم. وإنما يريدون زيادة على ذلك أن تخرج هذه السنوات الأربع والخمس من ممكن تجديد الحبس، حبس الأب والأم بعيدا عن أبنائهم سنة واثنين وثلاثة، إلى أن تمر فترة يتم زراعة الثقافة والتقاليد بما فيها بكل أشكالها في بيئة ميدانية، مش بيئة أكاديمية، لا ده داخل أسرة بديلة، أب بديل وأم بديلة، ففرض السيطرة الثقافية. رقم ثلاثة، هذه الشعوب فقيرة شبابيا، فقيرة شبابيا أستاذ علي، يعني نسب الشباب فيهم كثيرة قليلة جدا، وبالتالي إذا لم يتم كسب هؤلاء الأطفال المسلمين في تغيير دياناتهم فليست هناك مشكلة، لأن هذه دول علمانية أصلا لا تهتم بالدين، يعني ديانتك إيه لا تهتم بالدين، وإنما تهتم بأن يتم استبدال هذه الثقافات الإسلامية بثقافات غير إسلامية، فهاتوا هؤلاء الأطفال غيروا ثقافتهم عيشوهم معاكم، لن يكون هناك خوف من أن يعيش هؤلاء الأطفال بعد ذلك في داخل البيوت أو داخل الشارع السويدي.